بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من تعالوا نتكلم فعلا. لو انت عندك حته ارض وعايز تبنيها بيت او تبنيها فيلا او تبنيها قصر حتى، وعاوز تخلي المدخل بتاعها الشمس تخشه يوم عيد ميلادك او يوم عيد جوازك او اي تاريخ انت تفضله، ايه الموضوع ده ممكن يتم بسهوله جدا بعد ما درسنا وعرفنا الاورينتيشن بتاعت حركه الشمس طول السنه. وده اللي عملوه قدماء المصريين في اكتر من مكان واكتر من مبنى. الحلقه دي هنتكلم فيها على المباني المعماريه اللي اتبنت في مصر على اساس فلكي، مش كلها ولكن بعضها، ولكن بعد الفاصل. زمان وقبل العمران وقبل المدنيه وقبل ما يكون في تلوث وقبل ما تنشغل الناس على النظر للسماء، دلوقتي كلنا اتحرمنا من النظر للسماء، لكن كانت السماء مفتوحه وكانت الناس مشغوله برصد السماء والنظر اليها ودراسه حركه الافلاك، الشمس والقمر والنجوم والكواكب. نتكلم في الحاله دي زي ما قلنا على بعض المباني المعماريه المهمه والاثريه اللي اتبنت على اساس فلكي. هبدا بمكان قديم جدا جدا على بعد حوالي 100 كيلو متر غرب ابو سمبل. المكان ده بيسموه اثار نبتة بلاي، وانا كنت عملت عليها حلقه ترجعوا لها وتشوفوا تفاصيل عليها. باختصار المكان ده عباره عن مجموعه من الدوائر مرصوصه على اساس فلكي، الدايمتر بتاع الدوائر دي بتتعامد على اتجاه الشمال وبتاخد حركه الشمس تحديدا في الاورينتيشن بتاعتها، بمعنى ان بعض الحجاره المايله في هذه الدوائر اللي في اثار او مرصد نبتة بلاية بتشاور على اعتدالين، الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي اللي هم في شهر مارس وفي شهر سبتمبر. العمر التقريبي لآثار نبتة بلاية بيقولوا 3500 إلى 8500 سنة قبل الميلاد. وطبعا تم نقل الحجارة بتاعة آثار نبتة بلاية إلى متحف النوبة بأسوان، خوفا من عبث السياح اللي بيعملوا سفاري أو بيعملوا ترايد في الصحراء، طبعا لأن حجارة محدش كان فاهم وقتها وقت تم اكتشافها. البحث الكامل اللي بيتكلم على آثار نبتة بلاية أنا هحطه في المصادر تحت الحلقة دي، هتلاقوا فيها تفاصيل كتيرة جدا جدا علمية وأكاديمية عن الأورينتيشن بتاعت الحجارة بتاعت مرصد نبتة بلاية أو آثار نبتة بلاية اللي محطوطة على أساس فلكي. مش بس الشمس ومش بس الاعتدالين، لا ده كمان، ده في بحث بيقول إن هم شافوا القدماء المصريين إن هم شافوا السماء وحطوا بعض نجوم الصيار وكمان سكة المجرة على الأرض على شكل حجارة حوالين مرصد نبتة بلاية. ايه المعلم التاني اللي هتكلم عنه واللي اتبنى على اساس فلكي؟ اهرامات الجيزة التلاتة مع بعض، مش هرم واحد ولا اتنين، لا هناخد الاهرامات التلاتة. ايه الفلك في وضع وبناء الاهرامات التلاتة؟ في حاجتين هتكلم عنه. اول حاجة لو انت خدت خط فاصل من القاعدة الشرقية لكل هرم ووصلتهم ببعض هتلاقيهم بيشاوروا على نقطة معينة، وجيت خط نفس الخط من الجهة الغربية للتلات اهرامات يتلقى ويتقاطع في نفس النقطة، النقطة دي لقيناها هي هليوبلس، ومعروف طبعا مكانة هليوبلس في عند المصري القديم ايام الحضارة المصرية القديمة، وكانت ليها اثر كبير جدا في الاسرات كلها. طبعا دي مش بالصدفة انك تلاقي خطين بيشاوروا على هليوبلس. والحاجة الفلكية الثانية والمهمة اللي موجودة على الاهرامات الثلاثة اللي في الجيزة هي قصة العالم الاثري روبرت بوفال. روبرت بوفال ده كان عمل بحث ونشره على ان الاهرامات الثلاثة مبنية على الالاينمنت او على اتجاه او دوران بناء على ثلاث نجوم بتاعة حزام الصياد. حزام الصياد اصلا هي مجموعة نجمية معروفة عند الفلكيين وبيحبوها وتظهر في فصل الشتاء، مجموعة مشهورة جدا على فكرة وبسهولة جدا تتعرف عليها. اهمها ثلاث نجوم في النص بيسموها اوراين فيلتس او حزام الصياد، ونجمة فوق حمراء بيسموها ابط الجوزاء، ونجمة تحت زرقاء بيسموها رجل الصياد. بيقول روبرت بوفال في البحث بتاعه ان الاهرامات الجيزة الثلاثة مبنية بنفس الاتجاه بتاعة نجوم حزام الصياد الثلاثة. مش بس كده، انت لما تيجي تعمل دراسة لو خدت خط مستقيم من الهرم الاول والتاني هتلاقي ان هرم منقرع الهرم الثالث في انحراف بدرجة معينة، وجيت خدت نفس الخط المستقيم بين خوف وخفرع ومنقرع هتلاقي نفس الانحراف اللي موجود في النجمة الثالثة في حزام الصياد. طبعا دي مش صدفة ولكنها حقيقة. ازاي؟ هل هي صدفة ان قدماء المصريين يرصدوا بدقة مواقع الثلاث نجوم دول ويبنوا الاهرامات على اساسها؟ اكيد لا. طبعا في ناس كتير جدا بينفوا هذا الكلام وبيهاجموا روبرت بوفال على ان الكلام ده مش مظبوط. يلا بينا على المعلم الثالث واللي هنتكلم عنه ان هو اتبنى على اساس فلكي، وهو خوفو الهرم الاكبر في الجيزة. خوفو كانوا بيعتبروه من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. خوفو الهرم الاكبر الاربع اضلاع بتاعته بتشاور على اربع اتجاهات، الشرق والغرب الشمال والجنوب، وبدقه عاليه جدا. مش بس كده، انك انت في نسبه بيسموها نسبه الذهبيه. ايه النسبه الذهبيه؟
لو انت خدت النسبة بين اضلاع الهرم الاكبر الثلاثة هتلاقيها 1 إلى 43,200 من المثلث اللي مرسوم على الكرة الارضية. والنسبة دي بيسموها عندنا البريسيشنال ريشيو. البريسيشن هشرحها بشيء من التبسيط. معروف ان الارض بتدور حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة وبتدور حوالين الشمس مرة كل 365 يوم. المحور بقى بتاع دوران الارض اللي هو بيشاور دائما الى جهة الشمال، المحور ده بيعمل حركة بيسموها عندنا بريسيشن وحركة بيسموها نيوتيشن، بالعربي ترجمناها الى الترنح والسبق. ايه الترنح؟ عارفين النحلة اللي كنا بنلعب بيها زمان في الشارع لما كنا بنلف عليها دبارة او حبل ونلفها ونشدها بسرعة على الارض بتقعد تلف، في اخر مرحلة من دوران بتاعها بتقعد تترنح لغاية لما تسقط على الارض. الترنح ده بيحصل لمحور دوران الارض في مدة مقدارها 25,920 سنة. الرقم ده ذهبي جدا والرقم ده محسوب بدقة عالية، وهي دايرة بيسموها دائرة السبق اللي فيها بيتغير اتجاه النجم القطبي مرة كل المدة دي. لو انت قسمت الرقم ده على 12 هيطلع لك 2160 سنة. الرقم 2160 سنة ده مهم جدا جدا جدا. بصوا على قائمة الابراج اللي تحت دي، لو انت خدت اي رقمين باللون الاخضر دول وطرحتهم من بعض هيطلع نفس الرقم. ممكن توقف الفيديو وتجربها بنفسك، طرح اي رقمين من دول هيديك 2160 سنة. عارفين الرقم ده بتاع ايه؟ الرقم ده مضاعفاته هو النسبة بتاعة الهرم الاكبر اللي 43,200 سنة. والدليل على كده ان في اخر السطر من الابراج دي هتلاقي فعلا ان مضاعفات الرقم 2160 هو 4,320 او 43,200 سنة المضاعفات بتاعته. فلقينا في حجرة الملكة، حجرة دفن الملكة، فيها ثقب في الهرم الاكبر. الثقب ده كان بيبص على النجم القطبي وقت بناء الاهرامات. المعلم الفلكي والمهم جدا واللي اتبنى على اساس فلكي هو سفنكس ابو الهول. ابو الهول هنبص عليه في حاجتين اتنين. اولا اكتشاف عظيم وعبقري، احنا لقينا الشمس بتغرب على اكتاف ابو الهول مرتين في السنة، مرة يوم مرة في الاعتدال الربيعي ومرة في الاعتدال الخريف. طبعا في خناقة وفي مسألة او في مشكلة عند الاثريين، بيقولوا هل القدماء المصريين لقوا حجر كبير جدا او صخرة كبيرة جدا نحتوها وعملوا منها تمثال ابو الهول بشكل مقصود ولا بشكل غير مقصود؟ طبعا باكتشاف الظاهرة اللي هي تعامد الشمس على كتف ابو الهول مرة اليمين وعلى كتفه الشمال يؤكد الدقة اللي عليها وضع واتجاه نظرة واتجاه جسم ابو الهول. مش بس كده، ان ابو الهول دايما بيبص في اتجاه الشرق، ودي طبعا خلاص يعني من خلال دراسات الالاينمنت مع الهرم الوسطاني هرم خفرع لقينا فعلا اتجاه نظرة ابو الهول فعلا بالظبط بالظبط في اتجاه الشرق. طبعا عشان تبص وتشوف تعامد الشمس على كتف ابو الهول لابد انك انت تكون بالظبط واقف على الخط الواصل ما بين ابو الهول وهرم خفرع، يعني خط الشرق تماما. من الحاجات الفلكية المعجزة برضو هقول لحضرتك بص على الصورتين الاتنين دول وحاول توجد الفرق، مش هتعبك كتير ولا لعبك كتير. بص الصورة اللي على اليمين هتلاقي الشمس بتشرق في شهر 7 اول نجمة في برج الاسد اسمها ريجولاس، النجمة دي اسمها قلب الاسد وده في شهر 7. بص الصورة اللي على الشمال ما كانتش الشمس طبعا شرقت في الوقت ده، ادي ابو الهول وادي الخط الواصل بتاع جهة الشرق. فبيقولوا ان تم بناء ابو الهول في شهر جولاي او في شهر 7 وقت ظهور نجوم برج الاسد، فمن الصدفة ان يتم نحت هذا التمثال على شكل اسد لانه فعلا وقت بنائه كان بيظهر برج الاسد في السماء. فقد ايه الاعجاز وقد ايه فعلا الذكاء والعبقرية عند المصري القديم في بناء ابو الهول. مش بس الاورينتيشن والاتجاه ناحية الشرق، لكن كمان اختيار شكله على انه يكون اسد لظهور برج الاسد في شهر 7 وقت بناء ابو الهول حسب بعض الدراسات الفلكية. دي المقالة اللي عملها واحد صحفي اسري بيقول ان فعلا تم اختيار شكل الاسد لابو الهول بناء على ظهور برج الاسد في السماء. والصورة دي بتوضح اهو ابو الهول قاعد بجسمه بيبص فعلا على ظهور او شروق برج الاسد وقت بنائه او في اتجاه الشرق تماما، نفس الخط الواصل بين الشرق والغرب والهرم الاوسط. المعلم او المبنى المهم بعد كده طبعا متحف ابو سمبل، وما ادراك متحف ابو سمبل اللي كل الناس زي ما قلنا عالميا ومنظمة اليونسكو كمان بتهتم بيه لتعامد الشمس مرتين فقط في السنة لدخول الشمس من الباب الصغير ده الى قدس الاقداس جوه المعبد. رمسيس الثاني بنى المعبد اساسا معبد زوجته نفرتاري اللي هو المعبد الصغير اللي ما حدش بيهتم بيه اعلاميا زي معبد ابو سمبل، والمعبد ده هو هدية رمسيس الثاني الى زوجته.
حتى ان قصة معبد نفرتاري اتبنى عليها رواية ادبية مهمة جدا اسمها وبنى لها معبدا. دي رواية مترجمة وحققت مبيعات كبيرة جدا جدا لمعبد نفرتاري اللي موجود جنب معبد ابو سمبل. فالمعبد يهمنا فيه طبعا تعامد الشمس ودخولها جوه قدس الاقداس بناء على وقت الشروق تحديدا. وده انت ممكن تعمله زي ما اتفقنا انك بتعرف الاورينتيشن بتاع حركة الشمس. والمعلم اللي بعد كده اللي اتبنى برضو على اساس فلكي او تم الاستفادة من الاساس الفلكي فيه هو دير رئيس الملائكة ميخائيل بكفر الدير بميناء القمح. ده دير تم اكتشاف الفلك اللي فيه بالصدفة. كان في مهندس اسمه سامح بيعمل دراسات على الاورينتيشن وهل في تعامد للشمس على بعض الأديرة زي ما قدماء المصريين عملوا في معبد ابو سمبل ولا لا. اكتشف هذا الدير بالصدفة ولما دخل جوه الدير لقى فيه 3 مذابح ولقى فيه فتحة فوق المذبح بالظبط. الفتحة دي كانت مقفولة. فلما سأل المهندس القائمين على الكنيسة انتوا ليه قافلين الفتحات دي؟ قالوا خايفين لان ساعات بيحصل مطرة وبتنزل تغرق الموكيت. قال لهم موكيت ايه وبتاع ايه؟ شوف دي فتحات مهمة جدا. ولما شالوها لقوها فعلا ان بيدخل منها الشمس في مواعيد محددة، مرة يوم 1 مايو ومرة يوم 19 يونيو. الفتحة الثالثة للأسف كانت اتبنت بالخرسانة ومطموط. الدير ده مبني من القرن الرابع الميلادي ويعتبر فعلا قصر وهيتم ضمه او فعلا تم ضمه الى الاثار القبطية اللي موجودة على ارض مصر لدى اليونسكو. اتمنى يكون موضوع حلقة النهاردة عجب حضراتكم وهي مباني معمارية اتبنت على اساس فلكي داخل مصر. اوعدكم في حلقة تانية على مباني معمارية اتبنت برضو على اساس فلكي ولكن خارج مصر. اشكركم على المتابعة والى اللقاء.